طبعا هذا أيضا رسالته العلمية الأخرى وهي الماجستير وهي بعنوان سلمك الله فقه الأولويات في الشريعة الإسلامية دراسة في القواعد والضوابط والتطبيقات المعاصرة شوف كيف لما يجي واضح كاشف بكل ما فيه طبعا حمر معنا ترى ذكر الأولويات هذا المصطلح ترى حادث يعني استعمله المتأخرون الآن معاصرون حتى هو يقول ما وجدت أحد استعمله قبل قبل يقول قبل القرضاوي لما كتب كتابه المشهور المعروف في فقه الأولويات يقول هو مره من المرات كنت جالس في احدى الندوات في القاهره وكان مدعو لها بعض المفكرين والمشايخ والعلماء والقى اظن الشيخ يوسف قرضاوي او غيره المحاضره فكان يتطرق الى مساله الاولويات يقول تلك اول مره اسمع كلمه الاولويات كمصطلح وهذا ملحظ جميل وهو ان بعض العناوين للباحثين ترى تأخذ من بعض الجلسات وحلقات النقاش والندوات اللي تطرح جميل. إن تلتقط كلمة ربما كانت غريبة عليك وإذا بها المحاضر يتداولها كثيرا ويبني عليها ويخرج عليها ترى بعض الكتب والأبحاث خرجت بهذه الطريقة ولهذا لا يحرم طالب العلم نفسه من حضور حلقات النقاش والندوات لانه ترى هو المستفيد ويحصل فيها شيخ كثير من الاقتراحات للابحاث جميل جدا طبعا هو يقول سمعتها فبد دخلت في يعني استقرت في فحب يبحث عن مساله الاولويات طبعا المقصود بالاولويات هنا اعطاء كل شيء من الاعمال مرتبته التي يستحقها وتنظيم عمل عمل الاعمال في حال التزاحم وفي حال التعارض تعارض. لان مساله اذا ما وجد تعارض وتزاحم فتاتي بكل الاعمال، صحيح. الامر واسع، لكن لو تزاحمت الاعمال وهكذا، فبدا اسس لمساله ذكر قواعد عامه لمعرفه الاعمال ايها يقدم على بي يعني هل في بعض الاعمال هل يمكن يقال انه عامل من الاعمال اعلى او اجل او يقدم على سائر الاعمال؟ يعني مثلا اختلف اهل العلم في افضل الاعمال ما هي؟ فقيل طلب العلم، وقيل الجاه في سبيل الله، سمين. وقيل الصلاه، واشياء كلام ويكره احد الاقوال تختلف باختلاف الاشخاص والاحوال. المقصود هو أتى إلى هذا في دراسة في القواعد ذكر لك قواعد في ذلك وضوابط لأنه يعني من ضمن الضوابط المهمة ليس كل ما كان أولى فقدم يكون أولى مطلقا يعني ربما جاء في حال في حال من الأحوال صار الفاضل مفضولا والمفضول فاضلا حسب الظرف الزماني حسب في الزماني يعني مثلا قراءة القرآن لأنه كلام الله أفضل الأذكار لكن عند إجابة المؤذن يقدم الإجابة المؤذن على قراءة القرآن المفضول صار فاضل لأنه وقته الآن وهكذا قدم اذكار الركوع والسجود لا يحل قراءه القران فيها في الركوع والسجود وتقدم هذه المقصود مثل منها ان المفاضله لا تعني ترك المفعول ايضا جميل ليس هذا او هذا يعني يترك المفعول المهم تطرق الى قواعد رائعه جدا ويشكر عليها انه جمع بعض القواعد المهمه وهذا الكتاب هو نفسه يدخل تحت باب المفاضله في العبادات يعني من كتب في المفاضله في العبادات هو نفسه كتب في فقه الاولويات واستخرج او جلب تلك ال القواعد إلى هذا الباب، طبعا هذا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حساني محمد نور محمد ومطبوعات دار اليسر بمصر وفقهم الله